سؤال سيدة أسماء، دور المستشارة الأسرية في أي مجتمع عربي هو دور كبير جدا. في الجزائر ربما الناحية هذه ناقصة شوية وما عندناش ما نولوش أهمية كبيرة لدور المستشارة الأسرية. صح، هي المستشار الأسري ولا المستشار التربوي هي حاجة جديدة في المجتمع تاعنا، هي مش مستحدثة ولكنها جديدة. كيف ذلك؟ أنه قديما كان عندنا النمط الاجتماعي متواصل، فنلقاو الكبير يشور على الصغير ونلقاو الكينونة الاجتماعية هي نفسها، وبالتالي ما كناش نسحقوا واحد خارج العائلة ولا خارج المجتمع الصغير أنه يشور علينا. حاليا في التطور الحالي اللي راهو صاير والعصران وما إلى ذلك، سواء المرأة أو الأسرة أو الطفل راهو يمر بتطورات كذلك، فيحتاج مستشار. هذا المستشار شنو هو الدور تاعو؟ انه نطرحوا عليه اشكاليه واقعه سواء مع الام او الاسره، بين الزوجين وما الى ذلك، فيسحق شكون ياخذ بيده في طريق صحيح. هذا المستشار ما ياخذش قرارات في مكانك او انه يعيش حياتك كما يقول لك البعض حيعيش حياتي، لا، هو شخص يعاونك باش تتخذي القرار الصائب وفق المكان المناسب والزمن اللي راكي فيه، يعني على حسب الاشكاليه اللي راهي تطرح في الوقت الحالي. ومن خلال الاستشارات اللي تقدموها، ما هي أبرز المشاكل اللي تعاني منها المرأة في المجتمع؟ احنا عندنا في الاستشارات عندنا شقين، عندنا الاستشارات الأسرية اللي تكون جينيرالمون ما بين المرأة والزوج، يعني الزوج والزوجة، ولا الزوجة الحديثة اللي تكون راحت لعائلة جديدة وتصيب روحها في حياة جديدة محتاجة انه نقاط واحد زوج ثلاثة تمشي عليهم. وعندنا الشق الثاني هي الاستشارات التربوية اللي تكون الأم محتاجة شكون يعاونها في التربية الحديثة. يعني احنا حاليا انا نواجه تعليم مبكر بحكم اني في تخصص تعليم مبكر وبحكم التربية الحديثة، فنبداو نسمع تقول لا لا ربي كيما فلانة، لا لا ديري كيما فلانة، فمسحقة شخص يعطي لها يوجهها نعم يعطي لها توجيهات خاصة بالمجتمع، تناسب المجتمع الجزائري، تناسب المبادئ تاعنا سواء الدينية ولا الاجتماعية. فهذا هو دور المستشار الأسري والمستشار التربوي باش يوجهها وفق خطوات سليمة إن شاء الله. ربما عبود أي واحد عنده مشكلة ولا سيدة عندها مشكلة فيما يخص المشاكل الأسرية، يقولوا لها في المجتمع شوفي فلانة فلتانة مقارنة دائما، وهي كل حالة تختلف على الحالة الأخرى، ما نقدروش نمدوا نفس النصيحة نطبقوها على سيدة. وهذه يعني أسماء شائعة جدا ربما في بين البيوت، بين ربما العائلات الجزائرية، ونقارنوا يعني حالة بحالة أخرى. المشكلة في المقارنة أنه ما تعطيناش دوما نفس النتيجة، فهي لبست اليوم الأخضر جاها شباب الله يبارك، هذه لبست الوردي، فما نقدروش كامل نلبسوا نفس اللون ونخرجوا قايتك بنفس الطريقة، لأنه هذا الأمر غير متاح. فكل مرحلة عندنا فيها نصيحة وكل شخصية تختلف. وإحنا المشكلة مثلا إذا عرضت لنا مشكلة زواجية وش راح يقول لك؟ ديري كذا كذا كذا، أو تدخل لمجموعات في السوشيال ميديا تقول لهم عندي المشكلة الفلانية وش ندير؟ تلقاي ألف تعليق، وكل تعليق يعني عادة نقرأها هكذا نقول وش راهم يديروا؟ حيدخلوها في حيط. خاصة تعليق سلبية. نعم. تعليق سلبية نعم، سواء في التربية أو الحياة الأسرية. فنلقاو المرأة الجزائرية بدأت تدخل في حيط، تحس روحها هي ما راهي مع الجيل القديم، ما راهي مع الجيل الجديد. ولا أحيانا يتنمروا على المشكل تاعها، يعني التنمر هذا زاد بالك تسوء الحالة تاعها. كاين من ذاك يجوني استشارات لو كان يقراهم شخص مش مستشار يقول هذه مشكلة تافهة، دي تخيك بانال، تقول لك أنا كراني نوض ما نقدرش نخدم شغلي باغ اكزومبل باغمي لي تخيك اللي تواجه المرأة الجزائرية. وحدة تقول لك فاش هذا نوضي لدنيتك مثلا، شوفي فلانة شوفي علانة بارك الله فيك. لكن احنا كدورنا كمستشار انه نوجهوها ضمن استشارات، نبداو اولا نليمينيو الجانب اسكو ماهيش تعاني من جانب نفساني، نوجهوها عن طبيب نفساني، وبعد نوجهوها عن طبيب عام يدير لها تحاليل عامه اذا ما عندهاش نقص فيتامينات وما الى ذلك، يعني نمشيو وفق بروتوكول، ثم نبداو نعملوا معاها وفق خطوات تناسبها هي في حالتها، هي عدد الاولاد تاعها، هي البيت تاعها. دوكا وحده اللي عندها ميزون بيان ايكيبي مش كيما وحده عايشه في بيت بدائي، مش نفس الخطوات اللي تمشي ولا مع بيت الزوج مثلا. نعم، اللي عايشه مستقله وحده مش كيما اللي مع العائله طبعا، اللي عندها زوج دراري مش كيما اللي عندها سته، واما الى ذلك من الاختلافات اللي تواجهنا. يعني تخرجنا من المقارنه ونبداو نحطوها دون لو بون سونس. يعني اجمل تعليق يلحقني انه الحمد لله لقيت التكه اللي بها عاودت انطلقت. الحمد لله. فهذيك هي الطريقه
جيدة وهنا جدا. يكمن أهمية المستشار الأسري في المجتمع. في مواجهة التحديات قلتي أنه الأم دائما عندها مشكل ترتيب الأولويات والاهتمامات. نعم، فالأم العربية والجزائرية بالخصوص، بحكم أنه نتحدث عن الأم الجزائرية، تنوض صباح ما بعرفهاش واش تدير، إذا تبدأ بخدمتها سوختو حتى الغداء دائما مشكل الغداء والعشاء واش ندير؟ إذا واش دير فطور واش دير عشاء واش تلبس للدراري وين تروح واللي من تعيط اليوم. فقمنا بتصميم ماميز بلانر اللي هو بلانر موجه للأم، برنامج يعني. إيه نعم، بلانر معناها تخطيط، معناها كراس تخطيطي، ودرنا فيه ورشات مجانية وفرناه بي دي اف تصميم جميل هكذا بالبنفسجي وما إلى ذلك. هاد الأم واش دير؟ تطبع هاد الأوراق وتحضر الورشة طبعا، الشرح تاعها، نعلموها كيفاش تحدد الأولويات تاعها. الأولويات تاعي مش نفسها الأولويات تاعك، وتختلف حتى لو كان كنا في نفس البيت، بس أولوياتنا ليست نفسها. فالماميز بلانر يعاونها باش تصيب روحها ربما حتى ترجع عندها خطة استراتيجية في تنظيم ربما وقتها وأيامها مع أولادها مع بيتها. طبعا طبعا كل واحدة فينا كيفاش تحتاج هذه الخطة، لكن الخطوات اللي نسحقهم أنه أنا أول حاجة نعمل عليها أنه ما لازمش نديره كلش بمثالية وكل شيء يكون 10 على 10. كل يوم لي من نمدو حاجة، السبت نمدوها الحاجة، الحد الحاجة، ما يجي الدور الأسبوع ليها تلقى روحها تمشي برتابة، تمشي بانتظام، وكل واحد تمد له حقه، وأهم شخص تمد له حقه هي نفسها قبل باش تقدر تمد لواحد آخر. أكيد، لأنه كي تمد لنفسها الوقت وكما قلتي الحق، بعد تقدر تقدم الأفضل للمحيطين بها. المرأة دائما نقول لها حبي نفسك أولا. نعم، واعطي دائما طبعا. لازم تلقى الوقت لنفسها ولو 10 دقائق، يعني ربع يعني ساعة في اليوم. هذيك قبل ما ينوضوا الدراري هذيك 10 دقائق تشرب قهوتها لازم. ديجا هذيك راهو يعتبر وقت خاص، صلاة الفجر تاعها ولا تحكم قرآن ولا يعني يمكن 10 دقائق في النهار. وإذا لقينا شكون يدي الدراري نص ساعة ولا ساعة في النهار الله يبارك. تدي هذيك البتي بوز هذيك اللي تعاود تشحن بها روحها باش تقدر. احنا ما نقدروش نقول لها مدي 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 وحنا ما نعطولهاش ليسونس، فمحتاجه انه ندعموها بهذه الحاجات. وبالنسبه لهذه الدورات التدريبيه كيفاش الاقبال على حاليا عندي تقريبا 10 سنوات في المجال. نقدر نقول لك بلي سنوات 2015 16 حتى 17 كنت لما نقولوا تعليم مبكر الناس ما تفهمش واش معناتها تعليم مبكر. لما نقولوا دوره في الهندسه الوعي الانثوي سليم، ثلاث نقاط تحت السليم، ما كاش اقبال. حاليا ما شاء الله كاين اقبال واسع مقارنه مثلا كنقارنوا دوله الجزائر بدول المشرق اللي كانوا سابقيننا في الدورات في التعليم ما الى ذلك. نلقاو يعني حاليا لما يلحق تسجيل 300 400 شهريا، فما شاء الله حتى لو كان مجاني او مدفوع عليهم، يهم انه هذه المراه تتوجه باش تتعلم. حتى لو تسقسيك تقول لك انني حابه ندير في هذا المجال بمن تنصحيني، فنلقاو وعي. المراه الجزائريه راهي تكتسب وعي، مش شرط انها حتى تخرج، خاصة بعد فترة الكورونا. فالبقاء في البيت علمهم البحث والدراسة عبر النات عن بعد، فهذا شيء جميل جدا يعني. وإذا قلنا هندسة الوعي الأنثوي كيفاش تعرفيه لنا باختصار؟ هندسة الوعي الأنثوي هي مراحل اكتساب وعي أنثوي سليم لا يخرج على الإطار الإسلامي ولا الإطار الاجتماعي تاعنا. احنا دوكا نلقاو وحدة فينا تحب تتعلم، تروح تحب تتعلم في كاش جهة، فتلقى بلي كاين نقطة هذه النقطة أنا كجزائرية ما توالمنيش، هذه النقطة أنا كمسلمة ما توالمنيش. فهندسة الوعي الأنثوي كنا صممنا لها دورة حقائب العروس، نبداو بالوعي الأنثوي. أنا علاش طفلة؟ نلقاو بلي بنات يكرهوا نفسهم أنها بنت، فنبداو نعرفوها هي علاش طفلة، من بعد الوعي الذاتي هي شكون، نوعية شخصيتها، من بعد الوعي الزواجي. نعم، هي علاش راح تتزوج، مدى الوعي التربوي، يعني نقاط محددة. ربما يلعب دور الأم دور مهم في هندسة الوعي الأنثوي، ربما هو لا باز القاعدة اللي بها تكتسب سهل. قلنا دور الأم سهل، فما أدراكي أنه الأم في حد ذاتها ما هيش عارفة علاش. أنا حضرت عندي واحدة في عمرها 65 سنة كي جات خارجة قالت لي أسمع 65 سنة في عمري جامي سمعت هذا الكلام، قالت لي أول مرة نعاود نراجع نفسي وعلاش أنا زوج، علاش أنا أم، علاش أنا أنثى في حد ذاتي، علاش أنا أنثى. فحكايه أنه ما نكونش معتزة بالكينونة تاعي هي شيء من حاجة اللي تخلينا ما نافونسيوش في المجتمع، يعني يوقع بعض الخلل هنا. نعم، فهندسة الوعي الأنثوي ترجع أولا أنه هندسة معناها إعادة تشكيل، معناها إعادة بناء أفكار،
معتقدات، سيرورة، مخططات خاصة بالأنثى. وعلاش نقول الأنثى؟ لأنها نصف المجتمع وتبني نصف الآخر طبعا، فهي الأساس. فاحنا في أوركيديا نركز على الأنثى لأنه هي راح تكون مصنع الرجال، هي مصنع الإناث، فنبقى نركز عليها أكثر. ولهذا سبب قمت بإطلاق يوم الملكة اللي يعجب سومية. نعم هذا اليوم. نعم لحضرنا لهذا اليوم. صح، يوم الملكة كيفاش كانت الفكرة تاعو؟ بحكم انه احنا في اوركيديا خمس بيتيلات، فدايما احنا نخدمه في الخفاء، يعني باش ديري لقاء ولا لايف تاع ثلاث سوايع ولا لقاء في دولة ما، يعني الحمد لله قبل كورونا كنا نقدموا دورات ولقاءات خارج الجزائر، الناس يشوفوا هذيك الساعة، يشوفوا هذاك اليوم، بصح يسبقوا ست شهور تحضير، خمس شهور تحضير. أكيد. وتحضير متعب جدا، فنحتاجوا هذيك اللحظات ولا السوايع. ادوا الدولية الدراري نريح برك شوية. احنا بحكم انه احنا وقعنا في هذاك الاحتياج، فهمنا احتياج المرأة، درنا لها يوم الملكة. وشنو هو يوم الملكة؟ كان بالتعاون مع مطعم شوكر في الضيافة الدار البيضاء، ربي يجزيهم خير، انه يجونا لي فام كامل، النساء قاعدين من كل مجالات، نعم من كل الاعمار، مرحبا بهم. المشكل انه كي تحبي تعرضي وحده واش تقول لك اولادي مين نخليهم؟ فاول حاجه درنا اسباس انفون، يعني درنا مساحه خاصه بالاطفال، فيها دي توبوغون، فيها اسباس 0-3 سنوات، يعني صفر ثلاث سنوات، وكاين من ثلاث سنوات فما فوق. فريق تربوي اعتذر فيهم، يعني تربويات يعسون هاد الاطفال، يعني مربيات اطفال، مربيات اطفال يعني معانا في الروضه، يلتو بالاطفال، يبدلوا لهم، يرقدوهم، يفطروهم، كلش تعيش مالي كان هذاك النهار. كي يلحق الخمسه تاع العشيه ولا كي يجوا حيروحوا يبدا يبكي، يقول لهم مش حابين نروح، انا حابين نزيدوا. قلنا حبيت تزيدوا زيدوا، احنا الله صالي معنا حتى العشرة تاع الليل. فهذا يوم الملكه انه يكون ترفيهي توعوي، فيكون فيه فقرات توعويه، يكون فيه فقرات ترفيهيه. دايق قبل ما يدخلوا نعطي لهم هاد لي سيغتات هادو، ما يديروهم كان تريك سيمبوليك. حسيتي مالك؟ حسيت نفسي ماني ملكه، لبستها فورا. نعم، فنعطيهم هذه الحاجه، نعطيهم دي بتي كادو بوندون لا جورني، الفطور، قهوه، يعني افضل حاجه تحوس عليها المراه انه هي قاعده ويجي شكون يخدمها بلا ما يقولها اسمعي يعني درت لك هذاك النهار، ولا يقول لها اخذ وعطاء. نعم، عطاء دون اخذ. هذاك النهار هي تجي باش نتهلاو فيها، باش تعاود تشحن طاقتها. واش قلنا من قبيل؟ انه هي مسحقه انه واحد يفهمها، واحد يدعمها. فاحنا واش درنا في اوركيديا؟ رانا نديروا برامج، ورانا نديروا ايام باش فقط ندعموها. نعم. باش فقط تحس روحها بلي راهي في العالم تاعها. من الحاجات اللي تخلي المراه انها ما تروحش لايام مماثله، انه مثلا يكون كاين موسيقى ولا يكون كاين مكان ما تكونش فيها براحتها. فاحنا واش درنا هذا اليوم؟ يوم مغلق فقط للنساء، يعني ممنوع اي رجل يطلع، حتى الاولاد فوق 10 سنوات ممنوع يطلعوا لعندنا الفوق، نغلقوا البيبان تاعنا، تكون آلاز، هي تكون تحس روحها بلي راهي عند روحها. هذه الحاجه. وثاني حاجه ما نديروش هذاك الصخب اللي من داك تروحي بلاصه تقولي جيت بشقيقه، جيت براسي، وجيت كذا. فحاولنا انه في يوم الملكه نهيئوا كل الاركان اللي باش هي تكون صح ملكه هذاك النهار. نشاطات ترفيهيه ويعني عده نشاطات في هذاك اليوم. عندنا مداخلات، هي جينيرالمون دايرين سلسله، كنا صناعه الاهداف الانتاجيه، مؤخرا درنا صناعه الاهداف الانتاجيه، من بعدها يكون عندنا مداخله من عند الضيف، جينيرالمون يبعثونا للصفحه الثانيه يقولوا لنا مادام كراهو كاين، حنا ندرسوا البروفايل تاع هذاك اللي حاب يقدم لنا ولا اللي حابه تقدم لنا، بحكم انه اوركيديات ندرسوا البروفايل تاعها، نقبلوها بالتدخل تاعها، يعني نستقبلوها. ومن بعد يكون عندنا الفطور اللي يعطيهم صحه، كما قلت لكم مطعم شوكل في الدقيقه، يطلعوا لنا الفطور سخون واجد. هذه الخطه درنا اطباق صحيه، بحكم انه كان عندنا تسجيلات من اعمار مختلفه، فكانت عندنا 60 سنه وكانت عندنا 30 سنه، فمراعاه درنا اطباق صحيه لكن لذيذه، خاصه يعني المصابون يعني بالامراض المزمنه كالسكري، ضغط الدم. كاينه فورمولا غيعمروه كيما لا مالادي سيلياك نوجدوا لهم، ما كانوش عندنا. نعم، امراض السيلياك. نعم، فنهتموا دون غلوتين، لازم يتناولوا وجبات دون غلوتين، فنهتموا بهذه الحاجه اثناء التسجيلات، يعني نسقسوهم على هذه الحاجه. هي مطمنه على الاطفال تاعها بلي كل حاجه راهي تتوجد لهم، نسبقوا قبل في الاطفال. بعد الفطور يكون عندنا معرض نسوي، يعني النساء اللي يكون عندهم اشغال يدويه وحابين يعرفوا بروحهم، نعطوا لهم مساحه. بما ان القاعه ترفد حوالي 300 شخص، احنا اللي ليميتيو حتى ل 100، خلاص يعني 100 ما نزيدوش فوقها، باش تكون عندنا مساحه. نديروا العاب، هذه المره درنا هكذا بعض الالعاب يعني. ترفيهيه، يجروا يلعبوا يضحكوا، تقول لك انا عندي 10 سنين ما جريت، انا عندي كذا، فهذاك الضحك، هذاك الموفمون، هذاك اللي يحسوه. ومن بعد وقت القهوه اللي جينيرالمون الجزائريات يحبوه،
ومن بعد نفتحوا مجال مفتوح للمرأة انه يكونوا عندنا مختصين دائما، بما انه كما قلت لك بتيلات الاوركيديا يعني ما شاء الله مختصه، كاين دكتورات معنا كاين حتى شوفي يعني انه سماتهم البتيلات او البراعم، يعني حتى في الاسم جميل جدا. اي نعم نعم. فنختاروا هذه الحاجه، يعني احنا ماذا بينا اوركيديا يكون مجتمع امن للمراه والطفل. انه كي تجي عندنا المراه حتى الزوج اللي يقول لها ما عنديش الوقت باش نديك، ولا اخوها يقول لها ما عنديش الوقت باش نلحقك، وفرنا لهم سائقه امراه. نعم. يعني نعطوا لهم الرقم تاعها. نعم جميل جدا. درنا شبكه من السائقات النساء، يعني ما شاء الله نلقاو في المجتمع تاعنا نسوه راهي تخدم مجتمعها. فاحنا واش درنا؟ هادو ما نعاونوهم وهادو ما نعاونوهم، هذه تتنقل وهذه تخدم يعني. فنعطوا لهم القائمه تاع الارقام تاع السائقات ويتنقلوا معاهم ويجيبوهم ويدوهم. فيوم الملكه حاولنا انه نلم جيتك راهي مسحقه هذاك، ما يحبوش يروحوا مع العشيه. جدا ومميزه يعني ما سمعتش بها. وغير مستهلكه من قبل. لا هي فكره مبتكره من طرفنا، يعني كما يقول لك من الاحتياج ياتي المنتج. فحيكون كاين ثاني ان شاء الله يوم 6 اوت، دائما نختاروا السبت باش اذا كاين شكون يلحق شكون يعني اللي خدامه اللي كذا فيكون يناسبها. فدائما يعني نختاروا مواعيد شويه متباعده ونختاروا يوم السبت. شكرا جزيلا لك اسماء محمد ابراهيمي المستشاره الاسريه. اسماء قبل ما تشكريها بدي يعني فقط سؤال بسيط. سيدة اسماء، هل تشوفي انه المرأة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة اصبح عندها تمكين داخل المجتمع؟ نعم، المرأة الجزائرية ليس فقط في السنوات الأخيرة، المرأة الجزائرية معروفة يعني ما قبل الاستعمار ثم الاستعمار. نعم. إلى يومنا هذا المرأة الجزائرية دائما بصمتها واجدة وموجودة سواء داخل الوطن أو خارجه، يعني ما ممكن تخرج خارج الجزائر تلقى بصمة المرأة الجزائرية بحكم أني نتعامل مع مصر والأردن بكثرة. فلما نروح يسمعوا جزائري يقول لك آه ما شاء الله أنتم في المجتمع عندكم البصمة تاعكم، لكن طريقة البصمة تاعها اختلفت. حاليا المرأة الجزائرية ولات تخدم نفسها بنفسها بطريقة بلا ما كيفاش نقولوا بلا ما تلقي عبئها على الاخر. نعم. لانه مرت فتره من الفترات حسينا فتور، حسينا ان المراه الجزائريه فقدت البوصله تاعها، فقدت فين تروح. علاش؟ واش قلنا؟ من نتيجه الافكار المستورده، ما على بالهاش هي فكريه لمن تنتمي لهذا، بلا ما نذكروا الجوانب لا هذا ولا لهذا. فمؤخرا عاودت اكتسبت الهويه تاعها. نعم. وحنا ماذا بينا انه المراه الجزائريه تبقى في الهويه الجزائريه تاعها، لما كيشوفك نعرف بلي انت جزائريه سواء لهجه او عقيده او وقوفا وما الى ذلك. لكن بلا ما تخرج الكينو نقدروا نديروا كلش وحنا جزائريات. نعم. فما نضطروش ان نخرجوا على الهويه تاعنا.